جرائم أمن المعلومات. أهلا بك دكتور محمد وصباح الخير. صباح الكل هشام، ازي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا بك يا فندم. طبعا اللي احنا عرفناه امبارح أنه أصدرت شركة الأمن السيبراني الأمريكية كراود سترايك تحديث خاطئ لأحد البرامج، وده أثر على نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز، وبعد كده عاد النظام مرة تانية بعد بضع ساعات إذا جاز التعبير. هل ده السبب الحقيقي وراء العطل ولا هناك ربما أسباب أخرى؟ هو يعني ممكن يكون في أسباب أخرى، وفي ناس كتير تشكك إن هو ممكن يكون هجوم سيبراني أو اختراق للشركة، وده وارد إنه يحصل، لأن طبعا كل ما هو رقم هو غير آمن، ويعني مش أول مرة تحصل حاجة زي كده، بل بالعكس في شركة تأمين إلكتروني كبيرة جدا من أكثر من 3 سنين تم اختراقها برضو، وكنا تحدثنا عن هذا الأمر، لأن هو فعلا كل ما هو رقم هو غير آمن حتى لو كانت الشركة دي بتأمن أجهزة. ولكن خلينا نقول ان ايا كان السبب هو خلل تقني او اختراق، فالنتيجه واحده والاثار اللي حصلت واحده، فكان يجب ان يكون في تامين سيبراني اكتر من كده او يكون طب هو يا دكتور محمد لو اختراق ممكن الخدمه ترجع بهذه السرعه؟ احنا قلنا يعني بضع ساعات ما كانش وقت طويل قوي. لا انا عايز اقول لحضرتك ان بضع الساعات اللي احنا بنتكلم فيها دي مش حاجه سريعه. احنا عارفين ان هي كبدت مؤسسات كتير مبالغ رهيبة طبعاً. ولكن بنتكلم على طول المدة، لو اختراق ممكن كان يقعد وقت اطول، يعني في اعتقادنا يعني كمواطنين عاديين مش متخصصين يعني. تمام. لا لو الاختراق موجود، لو تم الاختراق، هي الاختراق ده بيكون عبارة عن ثغرات موجودة في الانظمة اللي موجودة عند هذه المؤسسات، وبيكون عندها ناس مدربة بالضبط زيها زي الناس اللي بتخترق دي، عندها نفس المعلومات ونفس التولز والادوات اللي بتستخدمها، فهم بسرعه البرق لازم يكون عندهم رد فعل للهجمه اللي موجوده وان هم يتفادوها. ففكره ان هو اختراق ممكن يعني يتم تداركه في وقت سريع، لكن فكره الوقت كبير جدا على فكره، حتى يعني لو اكتر من دقائق هو يعتبر وقت كبير جدا، والخسائر اللي موجوده او الخسائر اللي حضرتك بتتكلم عليها حتى لو كانت ماليه، بس احنا بنتكلم على ان في قطاعات حساسه جدا تاثرت زي قطاع الصحه والمستشفيات والمطارات والقطارات، وكل الكلام ده بيعتمد اجمالا كليا على الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي، فيجب ان هو يكون في حلول بديله الفتره الجايه، لازم الناس دي تتعلم من اخطائها ان هي تكون عندها حلول بديله لان هي ما تقعش في نفس الموقف ده تاني. طيب هل المؤسسات الكبرى ما بيكونش عندها باك اب تقني مثلا من خلاله لو وقع جانب ممكن يرجع للجانب الاخر؟ لا هو الطبيعي طبعا ان هو لازم يكون في باك اب، بس هم بيعتمدوا على حاجه اسمها الكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه، لان هم تكون السيرفرات بتاعهم مش موجوده في اماكن معينه. يعني الدول اللي تم التاثير فيها من شركه مايكروسوفت نفسها، تبقى الدول دي لما بتيجي تعمل تحول رقمي بتعتمد على تخزين البيانات الخاصه بيها على كلاود حوسبه سحابيه في اماكن غير الاماكن اللي هي موجوده عندها مكان مركزي زي جمهوريه مصر العربيه كده، وزي السيد الرئيس لما فتح الفتره اللي فاتت مراكز لحمايه البيانات الشخصيه وعمل مركز دي الحوسبه السحابيه، وده يعني ادى الى ان هو ما تمش التاثير بالعطل اللي حصل اليومين دول. هو ده اللي امننا امبارح يا دكتور محمد؟ ده ولا العطل ما وصلناش من اساسه؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، هو في جزئين، الجزء الاول ان انت تكون عندك البيانات بتاعتك مخزنه على سيرفرات خاصه بيك، فده يمنع ان يوصل لك المشكله اللي وصلت لبعض الدول اللي تأثرت بالموضوع. الجزء الثاني ان في بعض الدول ما وصلهاش العطل نفسه او الخلل التقني اللي جوه السيستم نفسه. بس انا من وجهه نظري ان لما يكون شركه كبيره مديه الاكسس على بعض التطبيقات الخاصه بيها او البرامج الخاصه بيها، فيجب ان هو اذا اصاب جزء يصيب باقي الدول، لان هم بيعملوا على سيستم واحد. فإذا كان العطل ده موجود في المنظومة نفسها فكان يطال الجميع، ولكن بعض الدول إن هي ما تأثرتش لأن هي ما كانتش عاملة أبديت لآخر حاجة هي كانت موجودة عليها المايكروسوفت، أو إن هي عندها حماية بيانات قوية، أو إن هي عندها مراكز خاصة بحفظ البيانات على السيرفرات الخاصة. طيب هو إيه الخلل بقى اللي كان في الأبديت اللي بيحصل المفروض؟ طيب هو في ناس كتير معتقدة إن شركة مايكروسوفت نفسها هي اللي عندها الخلل. ولكن هو مش شركة مايكروسوفت، هي الشركة الخاصة بتأمين مايكروسوفت سيبرانيا أو أمنيا من الناحية الإلكترونية اللي هي كراود سترايك.
مظبوط. هم حبوا، هم كان عندهم تحديث، هم على فكره هم روهم يوم الخميس اللي فات ان هو في خلل بسيط حصل في اثناء تحديث بعض البيانات الخاصه بالبرامج بتاعت حمايه البيانات الكمبيوتر او حمايه البيانات الالكترونيه، ولكن ما كانش بنفس الطريقه. على نفس الغرار قعدوا يكملوا في التحديث ده، والتحديث ده اصاب الشلل في شركه مايكروسوفت. وطبعا قرار كانت ان شركه مايكروسوفت تعتمد على فكره الويندوز، ودي اهم حاجه عندها او اهم تطبيق او اهم برنامج عندها في فكره الويندوز. معظم الاجهزه اللي شغاله، اجهزه الكمبيوتر او الحاسب الالي او اللابتوب اللي شغاله في الجهات الحكوميه او القطاعات الحكوميه بتعتمد على الويندوز. فمجرد ان هو يكون في خلل في نظام الويندوز فالكمبيوتر كله بيصاب بالشلل، مش بس البرامج اللي هو شغال عليها، لا الكمبيوتر بالكامل ما بيقدرش يفتح. زي ما حضرتك ذكرت كده شاشه الموت الزرقاء دي بتبقى الشاشه هي عباره عن ايه يا دكتور محمد؟ امبارح المصطلح ده كان متداول جدا. كنت شغال على الكمبيوتر الشاشه دي قدام حضرتك، قلت لك والله ان الكمبيوتر غير قادر على ان هو يستكمل الحركه التشغيليه بتاعته، هو مش هيقدر يفتح الديسكتوب اللي انت من خلاله تقدر تخش على الداتا اللي موجوده على الكمبيوتر عندك. فبالتالي لو مثلا قطاع زي قطاع الصحه اللي اصيبت بيه بعض الدول يقول لك انا مش هقدر اخش لسجلات المرضى اللي عندي، فانا مش عارف ده ايه اخر دواء خده، ايه اخر حاجه عملها، مش قادر اتواصل مع الدكاتره اللي بيتابعوا الحالات اونلاين. قطاع مصرفي زي قطاع البنوك مش هيقدر يصرف العميل الا لما تكون البيانات اللي واضحه عنده على الشاشه موجوده. طبعا. فكل القطاعات دي هي قطاعات حساسه، والتحول الرقمي ادى لان كل الناس بدات تعتمد اعتمادا كليا على الانترنت، وبعدت كل البعد عن فكره الروتين التقليدي الورقه والقلم والكلام ده كله. لكن حركه زي اللي حصلت النهارده دي لو العالم ما خدش باله الفتره الجايه دي ممكن يتم مش بس خلل، ممكن يكون اختراقات او هجوم سيبراني بشكل قوي. هيرجعوا للورقه والقلم والسنه 80. امبارح يمكن كلنا تابعنا على السوشيال ميديا، شفنا كتير من خبراء امن المعلومات كانوا طالعين لايفات بيتكلموا وبيشرحوا طبعا، وبالاضافه طبعا لاستضافه عدد من القنوات التلفزيونيه او المواقع الالكترونيه اليوم. يعني في بعض الناس قالت لو انت وقفت عمليه الابديت هترجع على السيستم القديم بتاعك والخدمه ممكن تشتغل. هل ده كان حقيقي ولا ده كان اجتهادات؟ ما ده عشان كده كنت بقول لحضرتك ان بعض الدول اللي ما اتصلتش بالموضوع ده ان هي ما كانش عندها ابديت لاخر تحديث موجود للسيستم اللي موجود دلوقتي. فبالتالي ما طلهاش الموضوع ده. يعني الابديت ده وصل للدول اللي هي الاكثر تقدم او الاكثر مواكبه. افهم كده من حضرتك يعني. طبعا الابديت دايما بتكون محل اهتمام كل الدول المتقدمه او كل القطاعات اللي مهتمه جدا او حتى اللي متعاقده مع الشركات الكبيره اللي بتمد لها خدمه انترنت او خدمه كمبيوتر بان هي تعمل لها ابديت اوتوماتيكلي حتى بدون الرجوع ليها. قلنا النهارده في تحديث فلازم التحديث ده يكون مع حضرتك. لكن في ناس يعني ممكن ما تعملش الابديت ده او تكسل ان هي تعمله في الوقت ده وتستنى الوقت ثاني، لان الابديت ده مش حاجه ببلاش يعني. هل من المستحب لما يحصل اي ابديت شبه كده يعني الدول ما تكونش مبادره انها تعمله الا ما بعد اكتر من دوله تعمله ويكون الدنيا امان؟ ولا الفوريه دي بتفرق؟ لا هو ما عملش الابديت ده هو مش هيطول كل الاوبشنز الحديثه اللي موجوده في الابديت ده. يعني هو الابديت ده من اهم الحاجات اللي المفروض ان الناس تعملها، واحنا دايما بننصح ان انت لما يكون في ابديت في تطبيق معين او في برنامج معين انت منزله عندك على الكمبيوتر او على اللابتوب او على الموبايل لابد ان انت تعمل اخر ابديت الشركه عاملاه لان ده بيحميك. ولكن لما يكون الخطا او الخلل جاي في الابديت نفسه فهي دي المشكله. طيب ازاي ممكن نعمل عمليه تامين فيما بعد لو حصل اي خلل تقني شبه كده خلال اي مرحله من المراحل؟ ازاي الدول ممكن تستعد لتامين نفسها معلوماتيا؟ الو ازاي نعمل عمليه نعمل عمليه التامين مستقبلا يا دكتور محمد تحسبا لاي طارئ شبه كده او اي هجمات سيبرانيه ايا كان السبب يعني؟ بص يا شنبي، انا دايما يعني من سنه 2014 بقول ان كل ما هو رقمي هو غير امن. يعني هو غير امن تمام، لازم يكون عندي سبير، لازم تكون عندي حاجه بديله. ما ينفعش ان انا اعتمد على شركه واحده في نظام معين، ما ينفعش ان انا اعتمد على تطبيق واحد، ما ينفعش ان انا اعتمد على سحابات معينه وما عنديش باك اب على سحابات اخرى. ما ينفعش ان انا ما يكونش عندي وحده مركزيه لحمايه البيانات وتخزين البيانات الخاصه بالقطاع بتاعي عندي عشان في وجود خلل
اي خلل زي اللي حصل ده يكون عندي البديل، حتى لو لوقت حل المشكله اللي عند الشركه. انت حضرتك تعرف ان من امبارح للنهارده معظم الدول ومعظم القطاعات والمؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه الخاصه بالعديد من الدول بدات تبعد او تتنازل عن تعاقداتها مع الشركات اللي اتأثرت وراحت لشركات تانية بتقدم نفس الخدمه من المنافسين. طيب بالنسبة للناس اللي تعرضت لأضرار بالأمس، مين الجهات اللي هي ممكن تعوضها عن تعطيل أو خدمة لم تقدم أو الكلام ده كله؟ طب هو أولا يعني فكرة اعتراف الشركة مقدمة خدمة الأمن السيبراني لمايكروسوفت بأن خطأ والخلل من عندها، فده بيديها نوع من أنواع تحمل المسؤولية الكاملة لأي ضرر ممكن يصيب أي شخص. مجرد ما أنا الشركة دي جت قالت والله أنا المسؤول عن الخلل اللي حصل، فأنا مستعدة ان انا اعوض اي شخص او اي مؤسسة او اي شركة او اي وزارة او اي حكومة او اي قطاع صابوا المشكلة دي، فانا هعوضه بالتعويض المناسب او اللي هو يطلبه او بحجم الضرر الناجم عن المشكلة اللي انا اثبتت له فيه. طب هي الاضرار قدرت بكام مليار؟ انا امبارح شفت ارقام كبيرة جدا الحقيقة. لا هو ايا كان عدد في ارقام رسمية صدرت بالايه؟ في ارقام رسميه صدرت بالخسائر بتاعت الامس؟ لا هو مفيش وضوح او مفيش معالم واضحه بالضبط، او مش عايزين نقول على يعني على حسب التقارير اللي بتنزل في كل المواقع الاخباريه، لان هم كل ساعه بتلاقي رقم معين وبتلاقي شكل معين وعدد ساعات معينه وعدد قطاعات معينه وعدد دول معينه. فخلينا لما الصوره توضح وينزل بيان رسمي من مايكروسوفت بان ايه اللي تم بالضبط وايه اللي تم داخل الشركة وإيه اللي هي تقدر تعمله مع كل المتعاملين معها من قطاعات ومن دول، يبقى عندنا الوثيقة الموثوق بيها أكتر في إن احنا نتحدث بعد إن شاء الله كده الأمور تتضح على خير. وطبعا كان موضوع مهم جدا إن احنا لازم نتكلم فيه. بشكر جزيلا دكتور محمد حمزة المحاضر القانوني المتخصص في مكافحة جرائم أمن المعلومات.